الفتنة شنو هي الفتنة؟ الفتنة هي لما تمنعنا من زيارة الإمام الحسين وتحضر لها تحضير مسبق. الفتنة هي لما نتحرض شيوخ العشائر على قمعنا. الفتنة هي لما نتهدد المتظاهرين. الفتنة هي لما تشيلون صور سليماني وتمنعون صور الشهداء. الفتنة هي تفليش قبور الشهداء اللي راعبينكم. الفتنة هي لما تضرب ثورتنا وتسوي لك مظاهرات وحدك وتروح بيها. هاي الفتنة، مو احنا اهل الفتنة، احنا وعينا. صح احنا صغار ووسخين ومتعبنا الوقت، بس احنا واعين. زلمتنا يسوى الف. ويوم 25 جاية، يوم 25 جاية وعرفنا سوالفكم. تحياتي. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. بالبداية نتكلم عن موضوع خطف وتهديد الناشطين في ساحة التحرير في بغداد، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة اختطاف عناصر من ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر للمتظاهر سجاد العقيري أثناء قيامه بتسجيل بث مباشر وسط ساحة التحرير ببغداد واقتياده إلى مبنى المطعم التركي خلال محاولتهم البحث عن المتظاهر زيدون اللي شفناه في قبل شوية في بداية الحلقة، والذي سبق وانتقد مواقف مقتدى الصدر التحريضية ضد ثوار تشرين. خلونا نشوف المقطع أثناء بث مباشر للمتظاهر والناشط العقيلي وشون إجوا وأخذوا. نشوف المقطع ونرجع لكم. ها حبيبي علاوي دجال، شنو عباسك؟ منو عباس؟ يا عباس السلام عليكم. السلام العم. هلا وهلا. هلا بالذي يقول يقول عنده زيدون؟ هلا. ها زيدون؟ لا 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 سجاد. بيت زيدون؟ ما عنده شيء. زيدون لا يوجد. تعال وياي، تعال وياي للمطعم، تعال وياي للمطعم. على راسي. ها حبيبي علاوي دجال، شنو عباسك؟ منو عباس؟ يا عباس السلام عليكم. السلام العم. هلا وهلا. هلا بالذي يقول يقول عنده زيدون؟ هلا. ها زيدون؟ لا 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 سجاد. بيت زيدون؟ ما عنده شيء. زيدون لا يوجد. تعال وياي، تعال وياي، تعال وياي للمطعم. يعني بث مباشر دي يعمل هذا الناشط والمتظاهر في ساحة التحرير في بغداد سجاد العقيلي. اجوا جماعة القبعات الزرق أتباع مقتدى الصدر اللي قاعدين بالمطعم التركي أخذوه. هو طبعا يشبه المتظاهر زيدون، الناشط زيدون اللي شفنا إلى مقطع في بداية الحلقة. أخذوه طبعا لغاية الآن مصيره مجهول، ما حد يعرف هل تم إطلاق سراحة، لا وين صار. الدولة ما لها علاقة، لأن ما عندنا لا دولة ولا عندنا قوات أمنية. وكنا نتذكر حادثة، إذا نتذكر الحادثة قبل أيام، الناشط سجاد العراقي اللي تم خطفه بالناصرية وسوى الكاظمي عملية أمنية وعسكرية وما طلع سجاد العراقي. ولغاية الآن من 20/9 لغاية اليوم، إحنا اليوم 11/10، يعني تقريبا صار له 21 يوم ما حد يعرف بي وين. معنا قيس من الحلة، تفضل قيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم ومساءكم والإخوة الأعزاء والإخوة المشاهدين الكرام. يا هلا بك. وخير ما أبتدئ به كلامي هي آية من الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا على الذين إذا ما توفي لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يذكرون، صدق الله العلي العظيم.
نظرية المؤامرة التي استخدمها الكثير من للأسف الشديد من الأناس اللي اعتمدنا على إمكانياتهم واعتمدنا عليهم في قيادة العملية السياسية بالعراق، وبدت وكأنه الأخوة المتظاهرين والمطالبين لحقوق الشعب وحقوق الناس الذين اضطهدوا جملة وتفصيلا بالشعب العراقي منذ عام 2003 لغاية هذا التاريخ ولم يكتفوا بنظرية المؤامرة هذه، بل عادوا إلى أساليب بغاية من العنف وبغاية من القسوة، واللي هو وبالذات العنف السياسي اللي اتبعوه متعدد الوجوه والأشكال مخلفا العديد من الضحايا، وعلى علم بجميع العالم بعدد الشهداء التي سقطوا جراء رفعهم صوت العقيرة ضد النظام السياسي الفائز والنظام السياسي الحاقد على الشعب العراقي، والذي لا يمت إلى جذوره وأصولة الشعب العراقي بصلة، وإنما أناس راعين إلى حقوق دول إقليمية ودول ما أنزل الله بها من سلطان في طمعهم إلى العراق. أخي قيس إذا تسمعني والاختطاف. يعني احنا شفنا المقطع شلون اجوا على سجاد العقيلي وهو دا يسوي بث مباشر، سألوه انت زيدون، هو يطي شبه طبعا، اخذوه قالوا له امشي معنا للمطعم التركي ماشي زين. احنا نتكلم على النظام السابق، شنو اللي اختلف من قمع ودكتاتورية وتعالى تحكي على الخط الاحمر الفلاني والزعيم الفلاني وهو متهم ها بقتل واختطاف من 2003 ولغاية الآن كثير من الأحزاب السياسية وكثير من الزعامات، عيني عينك دا يخطفون الناس، برأيك ليش هذا الضغط من قبل زعامات سياسية ودينية باتجاه خطف وتهديد المتظاهرين؟ خايفين من 25 تشرين الجاية لو شنو برأيك؟ الأستاذ العزيز، احنا يعني بالتأكيد المحور اللي الآن متصدر إلى تغيير الجهة السياسية وتغيير الواجهة السياسية العراقية هم الشباب المتظاهر، وأنا على ثقة وعلى يقين أنه المصالح التي باتت مهددة اتجاه هذه الزعامات واتجاه هذه الرموز التي ألهها الكثير من المواطنين والكثير من الذيول التي لا سيما وانها بعيده كل البعد عن الاستفاده ما وراء هذه، بمجرد تبعيه مجهوله، والا اني يعني بس اريد يعني اكون على بينه، هل هنالك استراتيجيه حقيقيه حتى عند هذه الرموز في اتجاه قمع هذه الشباب وديانتنا واسلامنا ومذهب يبيح لنا التعامل القسوي والتعامل العنفي بهذا الاحتجاج بهذا الشكل من جراء الاحتجاج بمجرد المطالبة بالحقوق؟ هذه بالتأكيد بعيدة كل البعد، ولكنه للأسف بدأوا يردون بس يثبت شخصيته أمام هذه الرموز وأمام هذه الشخصيات، وبدأ يتعامل بهذا الشكل من التأليه وبهذا الشكل من الطاعة العمياء وبهذا الشكل من العنف. يعني لا يقتصر هذا بالضبط بما كان يستخدمه الكثير من أذناب وذيول النظام الصدامي اللي كان بمجرد التملق وبمجرد إثبات كونه أنه هو الولاء المطلق له لكي يحظى بكلمة ثناء أو كلمة. هذا الشيء يجب أنه نخرج عن هذه يجب أن يخرج الشعب العراقي بكاملة، ويجب أن تخرج هذه الشخصيات وهذه الأناس عن هذه المحورية وعن هذه اللغة البائدة واللغة تعتبر من أكثر اللغات ومن أكثر الحضارات إطاحة ومن أكثر الناس جهالة في استخدامها. نحن اليوم أما أن أكون أو لا أكون من عندما تفرض الفرضية الكون بالكون هو العمل والعطاء وليس استخدام العنف، على العكس من هذا
كلما يستخدمون العنف زيادة كلما تقوى يقوى مطالبة الاحتجاج ويكثر العدد المحتجين. الآن أنا كان من الأولى أنه يقفون أمام هذه الشعب وهذه الناس اللي طالبة بمطالبات لحقوق أبناء هؤلاء اللي واقفين ضدهم وحقوق أبناء هؤلاء اللي شاركوا بالقصف وشاركوا بالقتل وشاركوا. هذا في وهذا يأتي في يوم من الأيام راح يصحى على نفسه وراح يجي يوم من الأيام يتندم على كل خطوة خطاها اتجاه أخيه العراقي واتجاه يعني هذا اللي طالع اتجاه المطالب ما طالع طالع لمطالب شعب كامل طالع لمطالب وطن كامل طالع لمطالب تاريخ كامل طالع لمطالب يعني المحافظة على كيان عراقي كامل. نعم. ما طالع لي شخصا. هذا الموضوع. أنا أشكرك أخي قيس من الحل كان معنا. معنا اتصال أحمد من الأنبار. تفضل أحمد. أحمد انقطع الاتصال مع أحمد من الأنبار. طبعا زيدون بعد انتقاده لمقتدى الصدر ميليشيا السرايا قامت بتهديد هذا المتظاهر زيدون بالقتل وفقا لناشطين. خلونا نشوف مقطع لزيدون وهو يتحدث عن التهديد ومحاولة إبعاد عن ساحة التحرير في العاصمة بغداد. قلكم ليش؟ شو مسوي؟ سبيت ربكم؟ أكو ناس عبرهم أنا اللي ما تعرف عن شنو اللي سويت. أنا ما مسوي شيء ترى. أنا أنتقد كل شيء غلط يخصنا يمس الثوار أنتقده. لا سبيت ولا فشلت وكل مقاطع تلقوهن بالفيس ما ساب ولا جاي طالب بسبة أبد. بس أنا يعرفون أنا ابن العمارة ترى. أنا ابن العمارة. أنا ابن عمارة ترى وأنا قاعد بنصهم ومن زمان أحكي يعني من زمان ولا أخاف ولا أستحي من زمان لا أخاف ولا أستحي وأنتقد وأحكي. إن ما نطلع المظاهرات إحنا إن ما نذان خاف من فلان وفلان إن ما نطلع ثورة إن ما أقعد ببيتك وسكت مخلينا واحدة بالساحة أحكي وحارب إن من فهمني إن من ولكن من إن من أروح للتحرير أقول لهم مهدد أقول لهم أنا مهدد يقول له ها إيه شوف لك مكان روح بي ليش من يعتون من شوفة التحرير؟ لكم صار سنة بالتحرير صار سنة أنا مو جبان لكم والله مو جبان عني. نعم يعني لغة وقانون غاب يحكم العراق ما حد يقدر يحاسب إن كان مقتدى الصدر ولا معمار الحكيم ولا نور المالكي ولا أي زعامة كانت أي زعامة شيعية كانت أم سنية أم كردية أو أي أحد اليوم لب ذراع والتهديد واضح والظاهر الجماعة خايفين من 25 تشرين الجاية الذكرى الأولى ل 25 تشرين فبدأ التهديد وقبل أيام عرض 12 شرط للتظاهر زين أنت الناس هي طالعة على الطبقة السياسية اللي أنت عندك بيها أكبر كتلة في البرلمان وعندك وزارات بيها يعني شنو عبالك أنه أنت راح يدوم لك الوقت أنت ولا غيرك يعني ما معقولة أنت اليوم جاي تهدد وتخطف وتقتل وتدعي بأنه أنت زعيم الإصلاح ماكو هيك حكي ما أعرف تنتقد يذبحوك تتكلم يخطفوك ويحشون على النظام صدام حسين عمي ما سوى هي صدام حسين قبل ما كان لا كنت ولا أحد يغرد ولا أحد يكتب هو نظام واحد وحزب واحد والناس ماشية نعم ما نقول إحنا كنا عايشين في نعيم لا ولا من باب المقارنة بس أنتوا جيتوا على أساس والله ضد الظلم وضد الدكتاتورية وتحسين وضع العراق وتحسين وضع الشعب العراقي نوصل إلى هذا الحد أنه عادي بث مباشر لناشط مشتبهين به إلى ناشط آخر والله لأن ينتقد تعال أنت ليش تنتقد ليش يابا ما ينتقد أنت بشر وهم بشر شنو الفرقك عنهم يعني شنو الفرقك عنهم أنت متورط بقتل الناس من 2006 لغاية الآن عليك قضايا في القضاء العراقي كنا نتذكر ابن قاسم الخوئي انت متهم بقتله عليك ملفات فساد جماعتك التيار الصدري يعني الى متى يعني انت تظل تهدد وتقتل وتخون بالناس
وتريد الناس تطلع تظاهرات بكيفك وتقعد بكيفك، مو لهالدرجة، مو لهالدرجة. الناس وعات، وحتى اللي كانوا من أتباعك كذلك وعوا على هذا الشيء. معنا اتصال هيثم من بغداد، تفضل هيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سعد عمر، أهلا بك، حياك الله. الله محييك. الله يسلمك. بخصوص الموضوع الاختطاف، احنا نعرف الاختطاف هو مو من البارحة أو البارحة أو قبل سنة. نعم. من 2003 المسلسل بادي لحد هذا يومنا، ونعرف كل هذا زين. أكو المعلنة وأكو السرية، وأكو كنا تحت مسميات تختلف من فترة لفترة. اليوم قبعة زرقاء، البارحة وقبل سنوات وقبلها نعرف مسميات جيش فلان وجيش علان، فنعرف هذا الشيء. يعني يعني أنا أشجع من أمام قناتكم، أشجع الأخوة المتظاهرين وحييهم على وقفتهم. وأنا أكون نقطة واحدة هي المهمة، يعني بصراحة اللي هي أهم شيء، اللي هي كل العراقيين كشفوا ما وراء اللي يتحرك ذولي، واللي نعم. اللي هدفهم اللي القضاء على الشباب وعلى العراقيين. كل العراق وعوا. نقول قبل سنتين أو ثلاث سنوات من ما عندهم وعي أو أغلبيتهم يعرفون الساسة أو ما يعرفون القادة شنو غايتهم. غايتهم تدمير العراق. شباب كافة الطوائف العراقيين عرفوا شنو غايتهم وشنو هدفهم. هذا أهم شيء، لأن أهم نقطة اللي أجزت ثورة 20 إنه كشفوا الفاسدين من المنظومة الحكومية. نعم أخي هيثم، يعني اليوم أنت من يطلع 12 شرط، والله حسب هاي الشروط تطلعون تظاهرات، شنو يعني؟ شنو أنت يعني؟ هذا يعني أستاذ هو يعني يريد خلاص، يعني إحنا بالحكم وغصبا عنكم، والمطالب لكم كم إنكم إنكم يحصروهم، نقدر نقول بزاوية غير هل تعدون حدودكم. هاي الحدود يعني من يتعدى لو يقتطفوا لو يقتلوا المدير، يعني يصير العراق لهم ساحة لهم ونهب خيرات العراق، وهاي الخطة وما بيها. زين، ارتفاع وتيرة الخطف والقتل في ظل عجز واضح وكامل من قبل الأجهزة الأمنية في العراق، برأيك ليش قاعد ترتفع الوتيرة في الأيام القليلة الماضية؟ أستاذي العزيز، أنت تقول لي هي من 2003. نعم. الحكومة ساكتة وما تقدر تسوي شيء. نعرف هذا الشيء، ولا تقدر تحرك ساكن. أكو من أعلى من الحكومة، أكو سلطة بداخل سلطة لأقوى من عندها، زين، اللي هي الحاكم العراق. نعرف هذا الشيء، كلها ميليشيات صايرة وكلها يعني أجندات خارجية، هي الصول والجول بداخل العراق، هي كلمتها الماشي. نعرف هذا الشيء، لا حكم، هاي مجرد صورة مخليها يضحكون الناس، بس الناس كلها عرفت انه هذا مجرد صورة وما بيهم خير، ويعرفون الحل والربط بيد الميليشيات وبيد أجندة خارجية، يعرفون هذا الشيء. نعم، أنا أشكرك أخي هيثم من بغداد كان معنا. حسن من بغداد، فضل حسن. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. يعني إحنا دائما نقول أكو مثل من يعني أمل العقاب تاع الأدب، طبعا هي التجاوزات والجرائم خصوصا في ثورة 20 هي أصبحت واضحة، يعني وضوح الشمس. هذه التجاوزات يعني والمفارقة هي طبعا تكون دائما أمام أنظار القوات الأمنية، وهاي القوات الأمنية يعني هي تأخذ الأمور لو تكون متفرجة أو متسترة. يعني أكثر من 800 شهيد ومختطفين والكثير من المصابين، واليوم الحكومة لا يعني تأشر على هذا من هم المتسببين، ولكن المتسببين هم واضحين، من يعتقل ومن يخطف في يعني أمام الأنظار، وهم المتسببين في دمار العراق وقتل الشباب وتهديد ثورة 20 وحتى الشباب
شباب 23 خرجوا من اجل الحقوق، لم يخرجوهم يعني بطرا، هناك حقوق وهناك بلد مسلوب اكثر من 17 سنه. هذه الاحزاب هي نفسها هي اليوم يد ذراع يسرق وذراع يخطف وذراع يعني 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 الترهيب اللي بيكون على الشعب العراقي وخصوصا الشعب العراقي. يعني لاحظوا اليوم التركيز على الشعب العراقي، لانهم يعلمون بان المستقبل ليس لهم، المستقبل لشباب العراق، لان شباب العراق هو شباب واعي يعني ثائر وثار على فسادهم، وهم يعلمون بان هذا يعني يعلمون عندما يثور الشاب فبالتاكيد سوف ينتصر، لان هذا يعني معركه بين 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 الحق، لكون هذه الاحزاب فقدت شرعيتها وفقدت كل ما تملك من العقل وتملك من كل الايحاءات اللي تقول نحن احزاب ولدينا قانون ولدينا دستور، والواقع هذه مجرد عصابات لا يعني يحتكمون الى الدستور ولا الى القانون ولا لاي منطق انساني، اي منطق انساني. لا يوجد من يتسلط اليوم على العراق، اليوم من يتسلط على العراق هم سله، وهذه السله يعني اجرمت والجرائم يعني اصبحت يعني امام كل الانظار، امام الامم المتحده وامام المنظمات الامم المتحده، ولا هناك اي رادع لهذه الجرائم. نعم. لا يكون هناك اي رادع. اخي حسن، يعني قبل ايام زعيم التيار الصدري هدد صراحه المتظاهرين ودعا شيوخ العشائر للتبرؤ مما يعني اسماه هؤلاء اللي سماهم المندسين بعد احداث كربلاء اللي صارت، تمام، من قمع الامن الحشد وامن العتبة الحسينية. الامر واضح، واليوم يجون جماعته يخطفون ويهددون ان كان على الارض او على منصات التواصل الاجتماعي. هل هذا فعل زعيم ديني؟ لا يوجد اي يعني اي زعيم ان كان اليوم الديني فهو الديني يجب ان يكون يعني يختصر بامور الدينيه ولا يختصر بامور السياسيه والتهديد، هذا منافي. اليوم احنا امام عقليه، هاي عقليه شوفونيه، اليوم التهديد واضح، وعندما يحرض يكون هناك تحريض الى الشيوخ او الى محافظات معينه، اذا هناك مؤامره ان يكون هناك زعزعه لحرب اهليه، وهذه الامور يعني واضحه جدا. وين يريدون يوصلون؟ هم اللي يريدون يوصلونه هم فقط انهاء ثوره تشرين وخلق الاوراق من اجل ان يكون العراق وما تبقى من العراق من هذه الخيرات التي نهبت لهم ولا ميليشياتهم، وهذه يعني هاي غايتهم. نعم. الثورة التشرين وكل العراقيين نبذهم ويعني يعلم ماذا يريدون وغاياتهم من أجل إسقاط صوت الحق وإنهاء الحريات في العراق، وهذه يعني من المستحيل. اليوم الشاب عندما خرج في ساحات التحرير في ساحات الاحتجاجات بكل الساحات، هو خرج من أجل يريد وطن ونبذ هذه الأحزاب الفاسدة. نعم. والقاتلة. أنا أشكرك أخي حسن من بغداد، كان معنا اتصال أبو حسن من واسط. تفضل أبو حسن. أبو حسن تسمعني؟ أبو حسن، يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو حسن من واسط. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
السلطان ما نتراجع لا هيها ما نتراجع لا هيها عفاحنا لكل السلطان عفاحنا لكل السلطان يا من حر وتحب بنادك هذا وتقيدك يا من حر وتحب بنادك هذا وتقيدك كل ثوار استاح اليوم سجاد شريدك كل ثوار استاح اليوم سجاد شريدك. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال حسين من كربلاء، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك يا غالي؟ حياك الله. يا اهلا بك، اهلا وسهلا. الله بيك. الله يحييك، الله يبارك، الله يسلمك، رحم الله والديك. والديك. اخي الكريم، موضوع التظاهرات احنا عندنا بالعراق، تظاهرات في بعض فئتهم على الأحزاب أحزاب السلطة يقولون هذه مظاهرات آراء، مظاهرات مسيسة، مظاهرات المظاهرات لها ثقلها بالمجتمع. الآن الشعب العراقي يعي ويفتهم الذي يحصل بالعراق من الأحزاب والهيمنة الميليشياتية بالعراق، جاءت بالنفس الطائفي وجاءت بالنفس الصفوي المجوسي. فعلى الشعب العراقي أن ينتفض وأن يتصدى وأن يثور ثورة رجل واحد، وأن يهبون هبة رجل واحد بوجه هؤلاء العملاء. الآن بدأت السلطة تراهن على الوقت وعلى ما شابه ذلك وكثير من الأمور، ويقولون هؤلاء سياسيين، هؤلاء مدعومون من الخارج، هؤلاء خوارج، هؤلاء كذا. بدأ الشعب العراقي يعرف ذلك. المتظاهرين أخي حسين، المتظاهرين لو مدعومين مثل ما يسموهم هم وجوكرية كان العالم وقف وياهم بعد استشهاد 800 شهيد و30 اكثر من 30 الف جريح، لكن الامور حتى الامم المتحده واقفه مع الميليشيات تزورهم وقعدات وسوالف ماكو اي دعم. نعم. ماكو اي دعم، يعني هذا الامر واضح. ماكو اخي الكريم، انا من احد المتظاهرين في فكره التربيه بمحافظه كربلاء. نعم. اي دعم لا يوجد، خارجي لا يوجد. الآن الشعب العراقي طلع من جوعه، انتفض من جوعه، من الظلم، من المحتات، من الدماء، من القتل، من كثير من الأمور. الآن أرباع الشعب العراقي هو نازح، نازحين، مهجرين، وناس منطهدين. نعم. زين، شلون نشوف أخي حسين هاي التهديدات، الخطف اللي شفناه اللي صار البارحة للناشط سجاد العقيلي، دي يسوي بث مباشر في ساحة التحرير، واجوا جماعة أتباع التيار الصدري وأخذوه وياهم المطعم التركي، وتهديد زيدون، وقبلها سجاد العراقي بالناصرية خطفوه، والقائمة تطول. والله أخي الكريم، إحنا لا نستغرب ذلك. نفوذ إيران موجود بكل ذراعه، موجود نفوذ إيران في كل المحافظات العراقية، وإيران بدأت تهيمن بقوة وتحشد، لكن بإذن الله تعالى سينكسرون وسينتهون إلى مزبلة التعريف. النصر لابد أن ينتصرون الأحرار بإذن الله تعالى، ولابد أن ينتهون. الظلم مهما كان لا يهتم، الظلم لا يدوم، يدوم الساعة، والحق إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. مهما يراهن، مهما يقولون. ونعم بالله، ونعم بالله. أنا أشكرك أخي حسين من كربلاء، كان معنا. معنا اتصال أبو كرار من البصرة، تفضل أبو كرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أخي أهلا وسهلا بك. بس صوتك شويه بعيد. بعيد جدا، انا ما جاي اسمع الصوان. اي هسه شوي احسن، تفضل. الو. نعم. نعم. تفضل ابو كرار. ما اعرف
العفو حول ايش؟ حول الموضوع حول اي شيء. ابو كرار نتحدث عن اختطاف الناشطين وتهديد الناشطين ان كان في بغداد او في المحافظات العراقيه، وعرضنا مقطع فيديوي لاحد الناشطين في ساحه التحرير يوم امس كان يسوي بث مباشر على الفيس، واجوا جماعه تير الصدري وخطفوه اخذوه قالوا له يلا امشوا ويانا للمطعم التركي، كان يظنون ب ناشط اخر هو اسمه زيدون اكو شبه بيناتهم. نعم الظاهر اكو مشكله بالاتصال مع ابو كرار مع من البصره. الناشط علي جاسب صار له سنه مخطوف، والده الله يعينه ويفرج عنه اجى تقريبا معنا في صوتكم يمكن 5 مرات، ناشد الحكومه، ناشد القوات الامنيه، ناشد الزعامات الدينيه والسياسيه، يابا بس اريد اعرف مصير ابني، ما حد رد ولا لقى إجابة شافية. طبعا خطفوه قبل سنة بالعمارة الميليشيات. خلونا نشوف البارحة تسجيل مؤثر لوالد الناشط علي جاسب وهو يبكي ولده المخطوف منذ عام، نشوف المقطع ونرجع لكم. مرت سنة على علي عشناها حزن وألم وانتظار قاتل، سنة كاملة نتأمل نقعد الصبح نلقى علي ويانا قاعد بالبيت، عبالنا بأول أسبوع يجي، بأول شهر الناس تسألنا، إلى أن وصلنا لليأس، وصلنا ناشدنا المجتمع الدولي، ناشدنا حقوق الإنسان، عندنا أمل واحد بعد، أملنا بالثوار يوم 25 نريد يرفعون هاي الصورة، هاي الصورة مال علي، على الأقل تكون يعني ردة لهفتنا حتى إذا ما يطلع علي، نريد نقول أكو ناس تداعب ابننا وبعد علي بشواربهم، لأنه أيسنا من الدولة، أيسنا من الحكومة، أيسنا من القضاء، أيسنا من كل واحد، علاو عطشان عيونه على طولك بالصور ما يرتون، قوم طف النار يا ابن الضوع يعني ودون، بقلب الف يعقوب يبكي، بقلب الف يعقوب يبكي والف ذيب البيعوان، بقلب الف يوسف عشقته والف مثل الزيخوان، قوم طف النار يا ابني، الابن فوق الكرامة، فوق كل شيء الابن، ما حد يحس بيها الا من فقد الله، ان شاء الله لا يواريها، الكل عبد مسلم، خلي يشمتون، خلي يشمتون، انا الالم بداخلي ما يهمني يشمتون ويقولون ليش يبكي، اي ابكي، ابكي لان مكسور. الله يعينك والله، والله مصيبة، الله يفرج عنك. مقطع مؤثر صراحة. معنا اتصال أبو حسن من واسط يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو حسن. أبو حسن تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم أبو حسن تسمعني؟ أنا أبو علي من واسط. أهلا أبو علي، قبلك هم أبو حسن، تفضل عيني أبو علي، تفضل أبو علي. الصوت بعيد، الصوت بعيد، ممكن تفضل. اسمعني أسعدين، تفضل عين أبو علي، تفضل. مساء الخير لحضرتك. أهلا وسهلا. مساء الخير لجمهور الرافدين، مساء الخير للعرام، ونقول للحجي هذا اللي بجاء ما حد يلومك ولا حد يتشمك، بالعكس أنت دموعك خالية وتسوى الكتل والبرلمان وشلتهم من تأسست لليوم، انت اشرف منهم كلهم، لان انت عراقي وابنك يعني اذا كان موجود عسى ربي ان شاء الله يرجع لك، نسال الله سبحانه وتعالى مثل ما رجع سيدنا يوسف لسيدنا يعقوب، امين يا رب. واذا ابنك لا قدر الله صار شيء عليه فهو شهيد وتفتخر به، لان ما راح يستشهد الاجل
شيء قليل، راح لاجل الوطن واجل العراق. اللي ماتوا اللي ما ماتوا للعراق بس الاشراف، ترى ماكو احد حشاكم انتم رذيل ولا غير يموت من اجل الوطن. اليوم اللي يموت من اجل الوطن يعني بيفدي روحه، يعني يذنب نفسه انه هو بالعليين ان شاء الله. فلا تلوم، يعني احنا ما حد يلومك اذا بشيء، ولا تظن احد يتشمت بيك، بالعكس انت دموعك فخر لنا. وهذا مو بس ابنك، هذا ابن كل عراقي شريف وكل عراقيه شريفه. لكن نقول ترى بالك هذول اللي ما يستحون اللي يشوفونك انت، وانه جابوا لنا دوله جديده، دوله اللجان يوميه لجنه ويصير هو القاتل وهو الحكم وهو القاضي. يعني من يخلون لجان يعني لحد الان من 2003 اريد لنا لجنه طلعت بتقرير. لجنة كشفت شيء ماكو. انه لا، والمصيبه الان الكوري اللي بالبصره اما يشتغل لجنه. يعني ترى كوريا مو مثل العراق يعني تقدر تمشيها وتقول لهم نعم لا، هذا كوري تجي لجان من هناك تفتش وراكم. والعراق ترى ما عايز، يعني انتم ما شاء الله يعني العراق حش العراق. نعم، بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل بيكم، انا لله وانا اليه راجعون والنعم بالله. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا. خلونا نتابع طبعا بعد خطف الناشط سجاد العقيلي وكذلك تهديد زيدون. الناشط زيدون أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر هاشتاغ تعال وياي للمطعم، في دلالة على كلمة الأشخاص أو الشخص اللي قام بخطف سجاد العقيلي مثل ما شفنا بالفيديو في بداية البرنامج. وهسه راح نعيده واحنا نتكلم ونقرا بعض من التغريدات. زيدون نفسه على تويتر ايش قال؟ قال امانه برقابكم اليوم الدين، اذا اموت اخذوا حقي ولكم، عشت عمري تعبان، عشت عمري لا ام ولا اب ولا اخ، درست وتعبت وحصل الشهاده، تاليها ابيع ماي بالشارع ومقتدى يريد يقتلني، شو مسوي؟ لأردت عيشة بيها خير، أمانة برقابكم وما راح أسامحكم. طبعا هذا الهاشتاج لاقى تفاعل قوي على منصات التواصل الاجتماعي، وقاموا بإعادة المقطع الفيديوي اللي عرضناه أثناء خطف سجاد العقيلي. عبالهم زيدون، وماكو فرق بين زيدون وبين سجاد، كلهم عراقيين شباب واعين طالعين يطالبون بحقهم بطريقة سلمية وطريقة حضارية، صار لهم سنة. والاتهامات من قبل الأحزاب والزعامات السياسية والدينية وقنواتهم، واتهامهم بأنهم أصحاب أجندات خارجية وما عرف الجماعة لوم الأجندات الخارجية والأمريكان من يجيبكم للحكم. علي فرحان قال تعال وياي للمطعم، مو بس الشاب اللي قاعد على الرصيف أخذ وياه، لا أخذ توالي هيبة الدولة وسيادتها، قال متهكما. تشرين قال إذا رأيت الخطيب يحث الفقراء على الزهد دون الحديث عن سارقي قوتهم فاعلم بأنه لص في ملابس واعظ، هذا واحد من مئات اللصوص، لديه طيارة خاصة وعشرات السيارات الفاخرة ومن يتبعه قطيع من الفقراء والمسلوب حقوقهم، يقصد بها طبعا منزل صورة مقتدى الصدر. محمد فوزي قال كانت القوات الأمنية والميليشيات تستهدف المطعم التركي بحجة وجود مشروبات كحولية، الآن واضح لا يوجد فيها سوى كم مختطف تحقق معهم، وإن رغبت تقتلهم ميليشيات السيد. علي وليد قال زيدون الأحرار كلش هواي، وما نخلي هالزمرة الفاسدة تتحكم بالأحرار. مقتدى المسؤول الأول كما قال العميد بضرع البكري المسؤول على متظاهري التحرير، أنت أبقى خاتل مثل المرة كما قال يا فارغ، ووضع تاج لمصطفى الكاظمي. نحن ننقل التغريدات، التاريخ يسجل هذا الهاشتاج وصلوا اشقد ما تقدرون. شمس قالت مهما كانت سيرتك الذاتية مليئة بالإنجازات والسلوكيات
الأخلاقية المجيدة والمواقف المشرفة ستبقى عدوا بالنسبة لأولئك الذين لا يعتمدون نفس الأفكار التي تعتقدها أنت. طالما تخالفهم فأنت لست سويا في وجهة نظرهم ولو كنت ملاكا حقيقيا. علي غني نزل صورة الخاطف وقال الخطف صار بدون لثام علني أفضحوا هذا المجرم. عبد الله خضير غرد وقال يستمر قطيع مقتدى بتهديد المواطنين وخطفهم وحتى اغتيالهم من أجل أن يرضى مقتدى. أحمد فوزي قال الكاظمي تعال وياي للمطعم بس ما يحتاج هو، أنت أصلا ما تدري لي النايم أنت والدولة بالمطعم. راجعين 25 تشرين غرد وقال عصابات مقتدى صارت تشتغل علني، حقهم مأمنين على نفسهم، من يحاسبهم؟ دولة مثلا قال. زينب غردت وقالت يوم ورا يوم جاي تنفضح جرائمكم وتبينون للعالم انتو شنو، بس راح يجي اليوم اللي ندوس عليكم. وهسه للمطعم كلش هضيمة من انت دارس ومكمل، ويجي واحد ابتدائي ما مخلص يقتلك، كنا زيدون تعال وياي للمطعم. احمد تشرين قال شكلك من تفتح الكاميرا الامامية بالغلط الله وكيلك. طبعا هو قالها متهكما على صورة الخاطف. طبعا الخاطف ليس شخص واحد، ولكن اللي وثقت الكاميرا بالفيديو بعدين تم التقاط صورة إليه، الباقين كانوا معه تقريبا هم أربعة كان لابسين كمامات. نقرأ شمس قالت هذا أحد العناصر اللي خطفت سجاد العقيلي ونزلت صورة الخاطف الذي يشبه زيدون. احنا مثل ما قلنا بالبداية هم اشتبهوا انه سجاد هو زيدون وكان يسوي بث مباشر سجاد، وبالفعل اكو تشابه بيناتهم. نرجع ونقول ماكو فرق، كلهم شباب عراقيين نشطاء، ناس عندها وعي، ناس طالعة تطالب بحق الشعب بحق الوطن المسلوب. تقول بأي حق ميليشيات تعتقل وتحقق وتطلق سراح متظاهر سلمي لأنه يعبر عن رأيه، ولا زالوا يبحثون عن زيدون. أين القوات الأمنية؟ تساءلت المكلفة بحماية ساحة التحرير، متى يتوقف هذا الإرهاب من مقتدى وأتباعه؟ ليل غررت وقالت صار 22 يوم أخونا الثائر سجاد العراقي، وأنا شنو حالته حاليا؟ جوعان عطشان دي يتعذب، لو المفروض أقول عايش لو ميت. علي الجنابي غرد وقال زيدون يدزلكم رسالة وانتم بكيفكم. بعد راح يعني ما نقدر نكمل التغريدة مالته، يعني فيها شيء من التجاوز. نعم. مصطفى قال مصطفى الكاظمي خوما نسوي عليك زحمة إذا اعتقلت هذا وحاسبته. طبعا احنا مثل ما تحدثنا وشفنا مقطع مثلا والد الناشط علي جاسم صار له سنة ولا جهاز أمني ولا دولة ولا حكومة ولا مرجع ولا أحد نفه للرجال، ومثل أبو علي كثيرين سجاد العراقي قبل 21-22 يوم تم اختطافه بالناصرية وما سوت شيء الحكومة. ما تقول لي هاي يا حكومة الخاطر الله، هم لو تنخى ما في عصابة هم يلقولك حل، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومخابرات وأمن وطني وحشد وإلى آخره، ما يقدرون فد يوم يثبتون للشعب حتى ولو كذبا بأنه إحنا ألقينا القبض على الخاطفين وأطلقنا السراح الناشط. ماكو هاي، ما تلقاها عندهم، صعبة ما يقدرون، لأن يعني هاي تعتبر يعني البارحة أول البارحة الجمعة نزل متحدث باسم الحكومة أحمد مولا طلال قال لك على موضوع سنجار، وراح نخصص الحلقة هم باشر نتكلم بهذا الموضوع، بس الشيء بالشيء يذكر إيش قال بتغريدته. قال بأنه اتفاق تاريخي بين بغداد وأربيل لإدارة مشتركة لسنجار، يعني كأنه رايحين فاتحين مثلاً مسوين غزوة مطيرين قمر
فضائي. العراق صار من ضمن الدول العشرين الكبرى في الاقتصادات. قال لك والله اتفاق تاريخي لطرد منه منظمة إرهابية الحكومة من زمن حيدر العبادي، يعني أقصد حزب العمال الكردستاني، تدفع لهم رواتب شهريا، رواتب شهريا. وصار ضغط من قبل الأتراك وفرضوا 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 تأشيرة على العراقيين، وأكو مضايقات الآن، يعني مو اللي سواد عيون العراقيين أهل سنجار، لا، يعني الوضع بعد ما يتحمل. فقال لك اتفاق تاريخي بين أربيل وبغداد لإعادة السيادة إلى قضاء سنجار، لقضاء سنجار. يعني هذا اللي، هذه هيبة الدولة في تصورهم، هذه الدولة أنه يمنحون قضاء أو أرض لمنظمة إرهابية، وبعد ذلك يقول لك إحنا سوينا اتفاق تاريخي لاستعادة هذا القضاء وهذه المنطقة وهذه المحافظات. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، فضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا أبا، الله يحفظك. حياك الله يا أهلي. أخي عمر، هاي مساهمة هاي الحكومة، هو يعني هي عملها قتل وخطف. نعم. يعني الألمانية لما انخطفت طلعت، صارت كم يوم طلعت. نعم. هاي كيف ألمانية؟ زين هذا عراقي، هم هذا هو عمل الحكومة من 2003، قتل، خطف، تدمير البنية التحتية، تدمير الحياة العراقية بصورة كاملة. فأنا يعني قهرني هذا الرجل لما يبكي على ابنه من حقه، يعني ابنه هذا إذا يعني شنو يعني هاي بحوا هذا السكوت العراق العراقيين لما سكتوا. ولما دائما أقول إحنا شعب مو واحد، ما حد يقتنع. لا إن شاء الله واحد وما ظروف تمر كل البلدان أبو حسن، وإن شاء الله عمر لا أنا مو نعم. بس والله افهمني عمر، هذا نعم. شنو قصدي؟ شعب مو واحد بينا، هاي الزبالة جت من الخارج، يعني هاي الناس اللي ما عدها ضمير وبعد دينها على مود الدولار. نعم. والقبلة الخيانة وقبلة الذلة والمهانة في سبيل يشبعون بطونهم أو يبنون قصور أو كل شيء يسوون. نعم. يعني هذا قصدي. مفهوم مفهوم أبو حسن، مفهوم. يعني الجنوب كل نعم. أنا أشكرك أبو حسن وأعتذر منك باكر، إن شاء الله نعطيك وقت أكثر لأن انتهى وقت البرنامج وما بقى وقت، والمخرج يقول إنهي بأسرع وقت. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.